هل سألت نفسك من قبل عن خالق الله؟ في بعض الأحيان وعندما أكون مستلقي على السرير يتبادر سؤال إلى ذهني بأن لأي شيء صانع؟ الهاتف لديه صانع، السيارة لديها صانع، البنايات لا بد لها من صانع، حتى الفيديو الذي تشاهده الآن لديه صانع، والذي هو أنا بتوفيق من الله عز وجل. الكون أيضا لديه صانع، هو الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كان لأي شيء صانع وخالق، فمن الذي خلق الله؟ من المستحيل أن لأي شيء صانع وخالق إلا الله. في اللحظة التي أصل فيها لهذه المرحلة من التفكير، أنهض بسرعة من فوق السرير وأقول في نفسي: يا إلهي، ماذا أقول؟ هذه الأسئلة حرام، ولا يجب علي أبدا أن أسأل مثل هذه الأسئلة. ولكن عندما تعمقت في الدين وبحثت قليلا، عرفت بأن أي شخص لديه هذه الأسئلة في دماغه، وأنت أيضا بضغطك على هذا الفيديو فإنك تبحث عن جواب مقنع لهذا السؤال، سؤال: من هو خالق الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم بأن هذا السؤال سيطرح في عقل أي شخص، وأعطانا الطريقة التي سنتعامل بها مع هذا السؤال. أول شيء لا بد من معرفة مصدر هذا السؤال الغريب. نعم، هو سؤال غريب وليس سؤال طبيعي. مصدر هذا السؤال هو أننا نعتقد أن قاعدة لكل شيء مسبب ولكل موجود خالق هي قاعدة صحيحة، ولكن هذه القاعدة هي قاعدة خاطئة، والقاعدة الصحيحة هي لكل شيء حادث مسبب ولكل مخلوق خالق. الظاهر لأنك لم تفهم جيدا، لا تقلق، أنا سأشرح لك. كلمة حادث تعني أنه شيء له بداية، يعني أصبح موجودا عندما كان غير موجود، وأي شيء لديه بداية يعني لديه مسبب الذي أخرجه من العدم إلى الوجود. مثلا، من ساعد النبتة لكي تنبت؟ الجواب واضح، هو الغيث. ومن أنزل الغيث؟ ستقول لي: السحاب. ولكن من كون السحاب؟ الجواب: هو البخار الذي يصعد من الأرض. ولكن من أين أتى هذا البخار؟ أتى من البحار. ومن خلق البحار؟ الله. ولكن من خلق الله بالطبع ليس له خالق، لأن ليس لديه مسبب. ولكن لماذا ليس لديه مسبب؟ لنفترض أن لله خالق، إذن من خلق خالق الله، ومن خلق خالق خالق الله، وسوف نبقى هكذا إلى ما لا بداية. سأعطيك مثالا آخر. تخيل أنك دخلت لبيت ما ورأيت ثريا معلقة، أنت لا ترى أين معلق ومن أين تبدأ، لكن عقليا تعرف أن بدايتها هو السقف، ولن تتقبل فكرة أن هذه الثريا ستكون ممتدة إلى ما لا بداية. مثال آخر، إذا ذهبت لشراء خبزة من المخبزة، نحن في المغرب نقول مخبزة، أنا لا أعلم بصراحة هل جميع الدول لديها هذا المصطلح أم لا، لكن لنكمل. إذا ذهبت لشراء خبزة من المخبزة ستكون متأكدا بأن الخباز هو من خبزها، ولكن هل ستسأل نفسك عن من الذي خبز الخباز؟ ولنفترض مثلا أنك أقنعت نفسك بأن هناك شخصا خبز لنا هذا الخباز، فمن الذي خبز لنا خباز الخباز؟ وسنبقى في هذه السلسلة مرة أخرى إلى ما لا بداية. هذا السؤال من خلق الله فهو سؤال خاطئ من الأساس، لأنه يتنافى مع العقل ومع المنطق. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم بأن هذا السؤال سيسأل في دماغ أي شخص منا، عندما قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. إذن عندما يأتيك هذا السؤال يجب عليك التوقف من التسلسل والبحث عن أجوبة. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول لك لا تفكر، الأمر ليس هكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم بأن هذا السؤال لا يدخل للعقل البشري أبدا، وليست له بداية أصلا، وستصاب بمرض نفسي إذا اتبعت هذا السؤال وإذا حاولت إيجاد جواب لهذا السؤال. هنا تنتهي هذه الحلقة، سواء كنت تشاهدني على الفيسبوك أو على اليوتيوب، فأنا أشكرك من أعماق قلبي، وأتمنى أن تشترك في قناتي وفي صفحتي على الفيسبوك.